حاسس انها فتان ومش هادي اكلته ومبقتش اكل كويس زي الاول زي ما انتم شايفين كده بالظبط. مراتي ورحنا فرع نص دستا اللي موجود في روكسي وتحديدا في شيل اول، تلاقي شاورما لحمه وشاورما فراخ وشاورما ميكس من لقمه الهمر القمر الجديده، وده عيش هم لسه منزلينه جديد بصراحه لازم تجربوه. من انها فتان فقلت برده ازود حواوشي فراخ بشاورما فراخ وحواوشي لحمه بشاورما لحمه، لازم تجربوا الاختراع ده من عندهم. ضرش برده ان انا ازود سندوتش بطاطس بالجبنه وحبيب بطاطس كده عليها توابل شكلها جامد قوي. تقول لي دوت كل ده اكلك، امال فين اكل مراتك؟ بقول لك يا عم فتان فاكيد كلت اكلها كله. سم الله كده وابدا اكل، وبصراحه كده لازم تجربوا سندوتش هامر جديد من مطعم نص دست. فرما عندهم اذا كانت فراخ او لحمه بصراحه الاثنين جامدين جدا، بس على حسب انت بتحب. انا عامه حبيت الفراخ اكتر. سندوتش البطاطس ده ممكن كده ان انت تسخن بيه بس مش على الحواوشي كده. الميكس عندهم بص لو انت ما اكلتش بقالك يومين فده انسب حل ليك، لكن انا هفتان يا جدعان فده ما عملش اي حاجه بصراحه معايا. اتبلل على البطاطس بصراحه انا ما حسيتش بنفسي غير وانا مخلص العلبه كلها. عندهم كده برده مخلي الخيار كده صغير، انا قلت ما تقلش منه عشان خاطر بس الاملاح. طبعا ما نقدرش ننسى الكبسوله عباره كده عن عجوه كده في عيش محمص بالسمنه، بصراحه حكايه. واخر حاجه نيجي ليها هي اشهر مشروب عندهم وهو الرايب بالنعناع او الرايب بالسكر، لازم تجربه من عندهم. اي حد جرب نص ده هيقول لك ايه هو الرايب ده. ده يا جدعان بيقفل كده بعد الاكل عشان الحموضه والفانه.